السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، حياكم الله في الحلقة 14 من حلقات برنامج حياتنا في رمضان واللي تصادف الليلة طبعا ليلة القرنقعوع. حياك الله أخوي سلمان. الله يحييك ويسلمك. اليوم مشاهدينا الكرام وصلنا لليلة 15 من رمضان وهي ليلة القرنقعوع في قطر. قرنقعوع قرقعوع عطونا الله يعطيكم بيت مكة يوديكم يا مكة يا المعمورة يا أم السلاسل والذهب يا نورة. خبر احنا صغار أي واحدة اسمها نورة تستانس على الأغنية. صحيح، طبعا اليوم هو طبعا يوم احتفال للأطفال بليلة القرنقعوع اللي توافق طبعا نفس ما قلت ليلة منتصف شهر رمضان من كل عام، حيث تعتبر المشاركة في هذه الليلة التراثية عادة مهمة تناقلتها الأجيال منذ القدم وما زالت مستمرة حتى الآن، وتحييها طبعا العائلات. وأيضا أخوي أحمد، المؤسسات في قطر بشكل كبير قامت تحتفل في الآونة الأخيرة بليلة القرنقعوع. في ليلة القرنقعوع مشاهدينا الأطفال يطلعون بشكل مجموعات في الفرجان، يمرون على البيوت وهم يلبسون الملابس التقليدية اللي تلبس البخنق واللي يلبس القحفية، وكل واحد ماسك كيسة القرنقعوع، يرددون الهازيج والأغاني الشعبية الخاصة بهذه المناسبة التراثية والعزيزة على قلوبنا. والحلو أنهم يمرون المنازل ومثل ما قلت يأخذون أكياسهم، كل واحد يأخذ مكسومة من البيوت من الحلويات القديمة اللي كانت المكسرات الحلويات، الحين صارت توزيعات وفناتك بعد خاصة وأشكال وألوان صراحة، والكل قام يتنافس، كل بيت قام يسوي لك شيء معين واستقبال مختلف. صحيح. عن الآخر نسمة تفضلت بالأهازيج والأغاني الجميلة اللي نسمعها من الأطفال وكشختهم الحلوة. لكن الحلو أخوي أحمد إن ما زلنا متمسكين بهذه العادة الجميلة، عسى الله يديم هذه العادة علينا، عادة القرنقعوع في النصف من شهر رمضان المبارك. مشاهدي الكرام لنتعرف عن القرنقعوع أكثر من خلال هذا التقرير. وسط أجواء ملأة بالسعادة والفرح استعدت جموع الأطفال وعائلاتهم لليلة القرنقعوع، وهي احتفالية تراثية توافق منتصف شهر رمضان من كل عام. يردد الأطفال في هذه الليلة أناشيد تراثية خاصة بهذه الليلة، ويقومون بالمرور على المنازل داخل الفرجان للحصول على حلوى ومكسرات القرنقعوع من الأمهات التي يقمن بوضعها في أكياس خاصة. هنا وسط أزقة سوق واقف تقتني العائلات الملابس التراثية الزاهية والحلويات الخاصة بهذه الليلة في ظاهرة شعبية جميلة تعود بالكبار إلى حنين الماضي الجميل. تعد ليلة القرنقعوع من المناسبات الاجتماعية التراثية المتعارف عليها في دول الخليج، ورغم اختلاف التسمية من دولة إلى أخرى إلا أن أجواء الفرحة والسعادة هي الهدف من هذه الليلة. إن الاحتفال بالقرنقعوع لا يندثر أبداً، بل يتزايد الاهتمام به عاماً بعد آخر، ويكثر الإقبال على شراء أغراضه ليفرح بها الصغار والكبار معا. كانت جدا لقطات جميلة ذكرتنا بالماضي. أيوة. أيام صراحة جميلة، حتى كانوا الناس بالسياكل كانوا يروحون. أيوة. يقرقعون. الله، عد كل منطقة القرقع يعني الوكرة قرقعوها غير عن الدوحة غير عن هالخور، لكن الكل كان خلنا نقول الجو العام هو واحد، هو احتفال بليلة النصف من شهر رمضان المبارك. شو رأيك نروح لسوق واقف نشوف هناك اللقطات الجميلة وفرحة الأطفال ومشاركة العائلات هناك؟ معنا الزميل محمد الحمادي مباشرة من سوق واقف. حياك الله يا محمد. أسعد الله مساكم بكل خير من خلال هذه الليلة، ليلة 15 يوم 14 من رمضان. في كل عام هذا اللقاء يتجدد مع عادة جميلة موجودة تراثية، ليلة القرنقعوع، قرنقعوع قرقعوع، قرقعان، قرنقعشو وغيرها من المفردات. أكثر من دولة تتفق على هذه الليلة، ليلة فرح، ليلة عطاء، ليلة بذل الخير تجاه الغير وتحديدا تجاه الأطفال. يعني شخصية تراثية تميزت في الغناء أيضا الشعبي، فاطمة الشداد المسي عليك بالخير. من خلال هذه الزحمة شنو حابة تقولين في هذه الليلة اللي تعكس التراث الأصيل لقطر؟
والله شو أقول، أقول كل سنة وأنتم طيبين، مبروك عليكم ما تبقى من الشهر، والله يعطيكم العافية. وهذا أنا أعتبره اليوم عرس طفولي، عرس طفولي يعتبر، يعني شيء جميل جميل جدا. شنو الأشياء اللي لامستيها من خلال الأطفال والزحمة اللي كانت موجودة؟ يعني فرح هذه القرنقعون صارت وسيلة، وعلى أساس الواحد يقرب من الأطفال. الأطفال حلوين الأطفال، ولما يشوفون هالحلويات يقربون منك، فتكون لحظات سعيدة الصراحة. وشنو تذكرتي من أيام قديمة جميلة؟ تذكرت يوم كنت كبرهم لما كنا نطقطق على البيبان ونقول لهم عطونا قرنقعو. وما تغير الزمن أيضا، شنو حابة تقولين، توجهين نصيحة علشان نتمسك في هذه العادة الأصيلة؟ النصيحة الظاهر أنها واصلة، والحمد لله رب العالمين، يعني من جميع المستوى الجهات فهمتها، والرسالة دي واصلة. حافظوا تراثنا، واصلة. وبالنسبة للأطفال اليوم الموجودين في السوق واقف، يعني قاعدة توزعين بتواضع وبابتسامة للأطفال علشان يتعرفون أكثر عن هذه العادة، نتحدث عن وجودك في هذه الزحمة. طبعا لازم أكون أنا سعيدة وفرحانة، لأن أنا أقول في داخل كل فنان طفل، لا، وأنا لا زالت فاطمة شداد الصغيرة موجودة معي. نشوفك على خير إن شاء الله، وندعوك لاستكمال هذه الفرحة، لقاء الفرح، لقاء الأغنيات، لقاء العطاء تجاه الغير. تنتظر كلمة شكرا من طفل، تنتظر كلمة قرنقعو قرقعو عطونا، الله يعطيكم، بيت مكة يوديكم، ونسأل الله فعلا أن يودينا بيت مكة يا رب العالمين، وينلنا هذه الفرحة وهذا العطاء المستمر بإذن الله تعالى. من سوق واقف نعود للدوحة في الاستوديو. الله يعطيك العافية أخوي محمد الحمادي، لقطات جدا جميلة. ومن سوق واقف إلى وين يا سلمان؟ قبل لا نروح نطلع من سوق واقف، نشكر الفنانة فاطمة شداد مشاركتها هذه الاحتفالية، وراح نروح مباشرة إلى المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارة وإبراهيم الجفيري. مساك الله بالخير يا أبو خليل، وانقل لنا أجواء فرحة القرنقعو في كتارة. أمسي عليكم بالنور الزملاء المتواجدين في الاستوديو سلمان يوسف وأحمد المالكي، وأيضا أمسي على السادة المشاهدين وين ما كنتوا تشوفون شاشة تلفزيون قطر. طبعا بمناسبة اليوم القرنقعو، الفعاليات متواجدة في جميع أنحاء قطر، لكن احنا اليوم راح نغطي لكم شيء بسيط من الحي الثقافي كتارة. مثل ما انتم شايفين بوابة ليلة القرنقعو، البوابة تشوفون المكان عامر ما شاء الله، وتشوفون الكثير من الجمهور ينتظرون دورهم. وراح ناخذ لنا مقابله بسيطه مع مجموعه من الاطفال. نمسي عليكم بالخير، السلام عليكم. عليكم السلام، شلونكم؟ الحمد لله. اليوم اي يوم؟ لا ما قصدي اي يوم، قصدي قرنقعو ولا العيد ولا شنو؟ قرنقعو. اذا شو اسمك؟ شوق. والنعم شوق. شوق شو تسوين اليوم وليش جايه هني في كتاره؟ شنو عندكم؟ شنو؟ تلعبين؟ ما نسمع، علي صوتك عشان يسمعونك. تلعبين؟ في فعاليات دخلتها ولا للحين؟ ان شاء الله راح تدخلون بعد شوي. شو اسمك؟ عبد الله. عبد الله، عندك كيس القرنقعو في شيء ولا فاضي؟ فاضي. فاضي؟ زين، ان شاء الله اليوم راح تترس الكيس بالحلويات وتستانسون ان شاء الله. انت شو اسمك؟ شو اسمك؟ نور. يعطيك العافيه، كم عمرك؟ ما شاء الله، الله يحفظها. انت لو تعطيني بعد اسمك وتقول لي شنو جايين اليوم تسوون؟ نقرقع. ها؟ نقرقع. تقرقعون؟ تتوقع في وايد فعاليات داخل؟ ايه. ان شاء الله دائما تكونون في فرحه، وان شاء الله تستانسون اليوم وتدخلون. طبعا في العديد من الفعاليات داخل الخيمه اللي مسوينها، وان شاء الله الفعاليات راح تستمر اتوقع اليوم وبكره، وهذه فرصه ان الجميع يجي ويغير جو ويشوف الفرحه ويشوف الجميع يعني في هذا اليوم الجميل. ونرجع للزملاء في الاستوديو. جفيري، وما قصرت على نقل اجواء ليله القرنقعو من كتاره. ومن كتاره راح نروح وين الحين؟ الحين عندنا الفقره الاولى، لكن صراحه اجواء جميله سواء كانت في سوق واقف او في كتاره، وحتى في مناطق كثيرة تحتفل بهذه الليلة. مشاهدينا الكرام، لو ننتقل إلى أولى فقراتنا، حيث حرصت هيئة الأشغال العامة أشغال على الانتهاء سريعا من خطة تطوير وصيانة مناطق الكورنيش في كل من مدينة الدوحة ومدينة الخور والشمال وشاطئ الوكرة، لتصبح هذه المناطق مقصدا سياحيا مميزا لزوارها من أهالي قطر والسائحين.
من كل مكان في أرجاء دولة قطر. يسعدنا أخوي أحمد والسادة المشاهدين استضافة المهندس خالد النجار بإدارة مشاريع المباني في أشغال، والمهندس حمد الكبيسي أيضا بإدارة مشاريع المباني في هيئة الأشغال العامة أشغال، الحديث عن تطوير وصيانة مناطق الكرنيش في قطر. مسي عليكم بالخير ونسعد بتواجدكم في برنامج حياتنا في المباني. حياكم الله يا شباب في البرنامج، نورتونا. نأخذ معاكم اليوم جولة حول طبعا قطر، لكن خلونا نبدأ في البداية مع مدينة الوكرة وشاطئ الوكرة. أخوي خالد، كلمنا عن المشروع، كنا هاي من ثالث مشروع تقريبا لك، صح؟ صحيح. طبعا في البداية نرحب فيكم سادة المشاهدين، نشكركم على الاستضافة. في بداية مشروع تطوير شاطئ الوكرة كان من أهم المشاريع، كان يعني هذه المنطقة تحتاج يعني منفذ سياحي يعني لرواد الشارع لرواد الشاطئ. وبدينا في المشروع في شهر اكتوبر 2017، والحمد لله تم الانتهاء من المنطقة الأولى من المشروع في 15 مايو 2018. بشكل سريع، المشروع يمتد على مساحة ما يقارب 335 ألف متر مربع، مقسم إلى ثلاث أقسام، متكون بعد من ممر المشاة بطول تقريبا 2100 متر، بالإضافة إلى ما يقارب 600 موقف للسيارات موزع على الثلاث مناطق، بالإضافة تم تركيب 120 مظلة، بالإضافة إلى 100 يعني ما يقارب 100 عمود إنارة تعمل بالطاقة الشمسية لتعفون للحفاظ على البيئة، وأيضا يعني لتقليل استهلاك الكهرباء. احنا بننتقل من الجنوب للشمال مع أخوي حمد، حدثنا أكثر عن مشروع تطوير كورنيش الشمال وش اللي راح يخدم فيه أهالي المناطق الشمالية. كورنيش مدينة الشمال هو كورنيش فريد من نوعه، ويقدم العديد من الخدمات لأهالي الشمال، منها المنطقة الترفيهية اللي يحتوي عليها المشروع واللي هي بمساحة 2000 متر مربع. المشروع مشكورين وزارة البلدية والبيئة، يعني كان تعاونهم معنا دايم، وتم تشجير الكورنيش ب 450 شجرة، إضافة حق هالشيء شبكة الري على امتداد الشاطئ، ويحتوي بعد على 16 دورة مياه، ثمان منهم لذوي الاحتياجات الخاصة. الكورنيش فيه يعني شو أقول لك، مدينة الشمال نوعا ما تحس إنها الريف في دولة قطر، فتروح هناك وهادي وبسيط، ويعني الممشى الانترلوك، وقدامه الشاطئ وخلفك الاشجار، فاجواء جدا جدا رائعه يعني. هادية شوي. اي يعني الصراحه تبعث الى الراحه. صحيح. للامانه. صحيح. خلينا نتكلم عن وقت استغراق كورنيش الوكره ووقت التسليم. طبعا مثل ما بينت ان المشروع بدا في تقريبا 15 اكتوبر 2017، وكان الفكر يعني حرص شديد من اشغال انه يتم الانتهاء من المنطقه الاولى قبل شهر رمضان. تعرف ان الناس طبعا احنا عندنا عاده كمجتمع قطري ان نسوي رياضه المشي قبل الفطور، يعني قبل الفطور، فيعني يعني حرصنا بشكل مكثف انه يتم الانتهاء من المنطقه الاولى وتسليمه للجمهور في يعني قبل يوم المحدد. وبالنسبه حق المناطق الثانيه ان شاء الله بيتم الانتهاء منها في شهر يوليو 2018 باذن الله. بالنسبه اخوي حمد، يعني ما شاء الله احنا شفنا كورنيش الشمال وايضا كورنيش الخور، خلينا نتكلم عن كورنيش الخور اللي ايضا ممكن فيه كثافه سكانيه اكبر من بعض المناطق الاخرى. بالنسبة لكورنيش الخور أكاد أقول إنه يعني كان مشروع، يعني هو تطوير وصيانة وتنفيذ أعمال إنشائية، لكن أنا الصراحة شخصيا أشوف المشروع كأنه بدأ من الصفر، لأن التغيير في الكورنيش تغيير جذري. أيوة. عندك أرضية الممشى تم استبدالها بأرضية جرانيت جديد، وتم زيادة عدد المواقف،
مع مراعاة وجود منحدرات لذوي الاحتياجات الخاصة لتمكينهم من الاستفادة من الكورنيش، تم تخصيص 4 مناطق للأكشاك الخدمية لاستخدامها في المستقبل. تم تجديد الصبيات اللي هي الكتل الخرسانية بين المستوى العلوي والمستوى المتوسط. فيعني الحمد لله رب العالمين تم تسليم الفيس نمبر 1 وفيس نمبر 2 ورقم 3 تم تسليمه، بس باقي بعض الاعمال التكميليه اللي يعني ان شاء الله راح تتم في الوقت القريب ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى. ابو وليد، يعني كورنيش الوكرة تكلمنا عنه، لكن اللي مر في كورنيش الدوحة يشوف شعار هيئة الأشغال العامة أشغال، ويشوف حتى المجسم، مجسم دورة الألعاب الآسيوية 2006 في كنا شغل عليه. خل تكلم أكثر عن هذا المجسم اللي هو مجسم المها. حلو، أول شيء بتكلم لك عن كورنيش الدوحة بشكل سريع، بعدين بنتقل حق شخصية المها اللي هي عزيز، اللي هي عزيز على قلوبنا. بداية كورنيش الدوحة تم في البداية تم تجديد جميع مناطق جميع الانترلاك اللي كان موجود بأشكال وألوان مختلفة وحتى ديزاين مختلف عن السابق، واستعملنا حتى الانترلاك من الانتاج المحلي يعني القطري. حلو. بعدين تم بعد إضافة أو تجديد مواقف السيارات، تقريبا ما يقارب بطاقة السعبية ما يقارب 580 موقف للسيارات، بالإضافة تم تجهيز 10 أماكن يعني عشان الناس يستعملونها كمنصات للبيع، مثل ما تقول كافيتريات بسيطة. نرجع حق شخصية المها يعني بيتم إن شاء الله ترميمها بشكل كامل. هي في البداية يعني بدأ تركيبها في 2006 يعني كشخصية مع أسياد 2006، وتم أيضا تجديدها في أعتقد 2009 و 2010، وإن شاء الله بيتجدد يعني بتجدد بشكل كامل في القريب العاجل إن شاء الله. تكلمنا إحنا عن مناطق الدو اللي في قطر كلها تقريبا، الوكرة الشمال والخور والدوحة. هنتكلم أخوي حمد عن هذا أول مشروع لك طبعا اللي هو الخور والشمال. تكلمنا عن التحديات اللي واجهتك. التحديات الله يسلمك الأمانة، يعني في أي مشروع سواء كانت الكرانيش اللي عملنا فيها أو يعني إن شاء الله المشاريع المستقبلية اللي راح أعمل فيها إن شاء الله، اللي هو الوقت والتكلفة والجودة. فإحنا محكمين بهالثلاث أشياء، ويعني إحنا كمهندسين في بلادنا قطر هذه يعني اللي قدمت لنا الكثير، يعني هذا أقل شيء إن إحنا نقدر نسويه. يعني مثلاً تعرف أحياناً في إنك تلاقي حلول تقلل الكوست لكن في نفس الوقت ما تأثر على الجودة. فهذه الصراحة التشالنج الكبير اللي احنا نواجهه في انتم. ما شاء الله عليكم شباب، احنا نفتخر فيكم. خالد عبد الله النجار وحمد الكبيسي، الف شكر لكم، وعسى الله يوفقكم ان شاء الله سواء بمشاريع حياة الاشغال العامه وحتى يوفقكم في حياتكم. احنا نشكركم على تواجدكم في برنامج حياتنا في رمضان، ونتمنى لكم التوفيق، ونشوف يعني مثل ما ذكرت مناطق كورنيش جميله في قطر ان شاء الله. شكرا. مثل هذه المناطق الجميله كورنيش الدوحه والوكره والشمال دائما الوجهات والخور. أيوة. ركز على الخور والوجهات الجميله صراحه. الله يعطيهم العافيه شبابنا، كونهم يمسكون مثل هذه المشاريع. الان ايش عندنا؟ فاصل ونرجع لكم ان شاء الله. مشاهدينا الكرام، مركز قطر الاجتماعي والثقافي للمكوفين يبذل جهود كبيرة بهدف إفادة منتسبيه وتعزيز اندماجهم في المجتمع، فضلا عن مساهمته في تبني ذوي المهارات الخاصة منهم. بالفعل سلمان، المركز يقوم بدور توعوي هام في المجتمع، بالإضافة إلى تنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات على مدار العام، وكذلك ينمي مهارات استخدام
وسائل التكنولوجيا الحديثة لمنتسبيه. يسرنا مشاهدينا الحديث أكثر عن هذا الموضوع أن نستضيف السيد فيصل الكوهجي رئيس مجلس إدارة مركز قطر الاجتماعي والثقافي للمكوفين. نسعد بتواجدك في برنامج حياتنا في رمضان. أهلا وسهلا فيكم، أحييكم وأحيي جميع متابعين تلفزيون قطر. حياكم الله فيصل معنا. طبعا نحن نتكلم عن أنشطة هذا المركز اللي يقدم خدمات مهمة وتوعوية سواء للمنتسبين أو أيضا للمجتمع. خلينا نتكلم أبرز أكثر شيء عن أبرز الأنشطة اللي يقوم فيها المركز. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، فيما يتعلق بالأنشطة اللي ينظمها المركز هي تنقسم إلى قسمين رئيسيين. القسم الأول هي الأنشطة الموجهة لمنتسبيه ومنتسباته من الأشخاص من ذوي الإعاقة البصرية إن كانوا مكفوفين أو ضعاف بصر، وهناك كذلك أنشطة توعوية موجهة للمجتمع من خلال المركز ومنتسبيه لتغيير الصورة النمطية السلبية التي كانت منتشرة في فترة من الفترات حول الأشخاص من ذوي الإعاقة البصرية. جميل. أخوي فيصل، كونك رئيس مجلس إدارة مركز قطر الاجتماعي والثقافي للمكفوفين، كيف تقيم نسبة التفاعل لمنتسبي المركز مع أنشطة المركز المختلفة؟ طبعا إذا جينا نقارن مثلا أنشطة مركز قطر للمكفوفين بالمراكز الأخرى، طبيعي بأن الفئة المستهدفة هي فئة شريحة معينة ومخصصة بذاتها. بداية ما يختلف بيننا وبين بقية المراكز بأن مركزنا مفتوح لجميع الفئات العمرية، وبما أن عدد الأشخاص من ذوي الإعاقة البصرية في قطر ليس بالعدد الكبير حيث أنه لا يتجاوز ربما 400 شخص ما بين كبار سن وصغار ذكور وإناث، فإن الإقبال يعتبر ممتاز جدا على أنشطة المركز من مختلف الفئات العمرية. نعم. خلنا نتكلم عن ليلة القرنقعو، احتفلتوا فيها قبل يومين أخوي فيصل، شون كانت الأجواء؟ طبعا احنا دائما يعني بشكل سنوي نسعى للاحتفال بليلة القرنقعو احياء للموروث التراثي والتقليدي لدولة قطر، ولدمج منتسبي ومنتسبات المركز مع غيرهم مع اقرانهم من غير ذوي الإعاقة في هذه الفعالية. الفعالية اقيمت مساء يوم الاثنين بالمركز، ودائما يسعى المركز انه ينظم مثل هذه الفعاليات في ايام تختلف عن اليوم الرسمي حتى يتيح لمنتسبيه مشاركة ذويهم الاحتفالية في اليوم نفسه. كان هناك إقبال كبير جدا، كان هناك مشاركة من مراكز أخرى نذكر منها مركز الدان للفتيات بعدة فقرات، أقيمت مجموعة من الفقرات الثقافية والتراثية إضافة إلى أهازيج القرنقعو وغيرها من الأمور المتعلقة باليوم نفسه مثل توزيع الحلويات وغيرها. جميل. أخوي فيصل، ما لا يخفي على الجميع جهودكم في المركز في قضية التكنولوجيا المساعدة، حدثنا أكثر عن توظيفكم للتكنولوجيا المساعدة لمنتسبي المركز ومدى استفادتهم من التكنولوجيا. فيما يتعلق بالتكنولوجيا المساعدة، يمكن هي من أبرز أنشطة المركز التي يقدمها لمنتسبيه ومنتسباته هي الدورات والبرامج المتخصصة في مجال التكنولوجيا المساعدة. هذه البرامج تنقسم لدينا إلى ثلاث أنماط من البرامج، برامج موجهة لجميع منتسبي المركز لتدريبهم على استخدام التكنولوجيا وتمكينهم من استخدامها لما يسهل أو يهيئهم لدمجهم في المجتمع بشكل عام وفي الحياة العملية بشكل خاص. كذلك هناك وسائل تكنولوجيا مساعدة أو أجهزة حديثة ربما خاصة بالأشخاص من ذوي الإعاقة يسعى المركز إلى تقييمها من خلال استضافة متخصصين أو تقييمها من قبل منتسبي المركز وتسليط الضوء على أبرز نقاط القوة والضعف فيها بكل حيادية حتى تكون الصورة كاملة لمنتسبي المركز. وعلى سبيل المثال كان عندنا في بداية شهر مايو تقييم لهاتف خاص مصمم للأشخاص من ذوي الإعاقة البصرية تحت سمارت فيجن، تم من خلاله تقييم الهاتف واستخدامه من قبل منتسبي المركز. وكذلك في الصيف عندنا أحد أجهزة النوت تيكرز الجديدة على السوق الخاص بأجهزة ذوي الإعاقة سيتم تقييمها. نعم. فيصل، خلينا نتكلم عن إبداعات المنتسبين اللي داخل المركز. أكيد كل شخص موجود هو صحيح فاقد للبصر، ولكن الحمد لله الله أعطاه مميزات وأعطاه ذكاء عالي. خلنا نتكلم عن تقييمك للأشخاص المنتسبين اليوم في المركز. طبعا بداية أود أن أشير إلى نقطة بأن الأشخاص من ذوي الإعاقة البصرية لا يختلفون عن غيرهم من الأشخاص، قد يكون فيهم الناجح، قد يكون فيهم الذكي، قد يكون فيهم متوسط الذكاء وغيرهم.
هناك أشخاص ربما أو هناك بعض المواهب التي يتصف بها بعض الأشخاص من ذوي الإعاقة البصرية، هناك مجموعة من منتسبي المركز متميزين على سبيل المثال في مجال الشعر والفصاحة، وكان لنا مشاركات وممثل قطر في برنامج فصاحة كان أحد أعضاء المركز. في مجال القرآن وتلاواته كذلك نلاحظ أن من أئمة جامع الإمام وهو أكبر جوامع الدولة حاليا هو أحد منتسبي المركز الشيخ عبدالله بوشريدة. كذلك في مجال التكنولوجيا المساعدة هناك أشخاص. في مجال التميز العلمي لدينا كذلك أحد أعضاء المركز حاصل على جائزة التميز العلمي الميدالية الذهبية عن فئة الطالب الجامعي للسنة الماضية، وغيرها من الإبداعات لمنتسبينا. جميل. أستاذ فيصل، يعني أي مركز في دولة قطر لنجاح هذا المركز ووصوله لأكبر شريحة ممكنة في المجتمع؟ هناك العديد من الشراكات التي توقع من أجل الاستفادة المجتمعية. حدثنا عن أبرز شراكاتكم في المركز مع مؤسسات الدولة المختلفة. طبعا يسعى المركز من خلال برامجه وأنشطته إلى تحقيق التكامل في المجتمع مع العديد من المؤسسات في الدولة. نذكر من أبرز الشراكات، شراكتنا مع مركز قطر لإعادة التأهيل لتدريب موظفي مطار حمد الدولي وشركة المهل للخدمات الأرضية للتعامل مع الأشخاص من ذوي الإعاقة البصرية. كذلك هناك شراكة مع الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة والهيئة العامة للسياحة لتدريب كذلك العاملين في القطاع الفندقي، إضافة إلى توفير كذلك المستندات بطريقة برايل تحقيقا لمبدأ إمكانية الوصول المنصوص عليه في الاتفاقية الدولية. نعم. من الشركات كذلك مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث في منتدى التمكين والذي اختتمت أو أقيمت السنة الماضية منه النسخة الثانية من أجل الوصول إلى بطولة كأس عالم متوافقة مع جميع الأشخاص إن كانوا من ذوي الإعاقة البصرية أم غيرهم، والعديد العديد من الشركات. نعم. طبعا التوعية مهمة أخوي فيصل للمجتمع، كلمونا عن دوركم في توعية المجتمع في التعامل مع الأشخاص من ذوي الإعاقة البصرية. عملية التوعية تنقسم عندنا إلى عدة أقسام، منها المشاركة في المعارض الدورية التي تنظم في الدولة من أجل التعريف بالكفيف وكيفية التعريف بالكفيف بشتى الوسائل المتاحة لدى المركز. كذلك من وسائل التوعية هي المحاضرات التي يقيمها أو الورش التي يقيمها المركز من حين إلى آخر لمهارات التعامل مع الأشخاص من ذوي الإعاقة البصرية. نذكر منها على سبيل المثال الورش التي نظمها بالتعاون مع مركز قطر التطوعي للعاملين أو المتطوعين في اليوم الوطني، منها ما يقدم لي في معرض التوعية والوسائل المساعدة، منها ما قدم كذلك في الخاص أو لفئة العاملين في القطاع السياحي، وغيرها من الورش الأخرى. جميل. أستاذ فيصل، خلنا نكون صريحين في هذا السؤال. احنا تكلمنا عن قضية توعية المجتمع بذوي الإعاقة البصرية، ولكن عن قضية الجانب النفسي بالنسبة لذوي الإعاقة البصرية، هل يتم تأهيلهم على سبيل المثال للتعامل مع مختلف شرائح المجتمع اللي ممكن ما عندهم خبرة كبيرة للتعامل مع ذوي الإعاقة البصرية؟ تختلف الحالة النفسية للأشخاص من ذوي الإعاقة البصرية بحسب اختلاف الحالة. فعلى سبيل المثال من يفقد البصر في سن متأخر بسبب حادث قد يحتاج إلى تأهيل نفسي أكبر من يولد ضعيف للبصر أو يولد كفيفا، فبالتالي تختلف. يقوم المركز أو يسعى من خلال أنشطته بداية إلى مساعدة منتسبيه بالذات من يواجهون مشاكل نفسية، بداية لتقبل وضعه وتهيئته للتعامل مع المجتمع من خلال مشاركته في البرامج الداخلية للمركز، وبشكل تدريجي يتم رفع جودة البرامج التي يشارك فيها حتى يصبح قادرا على تمثيل المركز حتى في المحافل الخارجية. فعملية التدرج في الأنشطة جدا مهمة لدينا. نعم. أخوي فيصل، إذا كانت عندك رسالة تحب توجهها للمشاهدين أو نصيحة أو وصية تفضل. بداية رسالة الأولى موجهة لأصحاب المبادرات، أود أن أؤكد بأن مركز قطر الاجتماعي والثقافي للمكفوفين يفتح يديه لأي مبادرة متعلقة بالأشخاص من ذوي الإعاقة البصرية إن كانت تفيدهم بشكل مباشر أو في المجال التوعوي. وكذلك أدعو أسر الأشخاص من ذوي الإعاقة البصرية والأشخاص من ذوي الإعاقة البصرية وزملائهم الذين يتابعوننا بزيارة المركز والتعرف على أنشطته عن كثب، وبالتالي
الاستفادة القصوى من الأنشطة المقدمة، لا سيما بأن المركز يقدم جميع برامجه وخدماته بالمجان ودون مقابل، دون التمييز بين فئات عمرية أو جنسيات أو غيرها. أوقات العمل أخوي فيصل في المركز اللي حاب يتعرف على الأنشطة؟ بالنسبة لشهر رمضان المبارك العمل على فترتين، الفترة الصباحية من الساعة 9 إلى 12 ظهرا، والفترة المسائية من الساعة 9 مساء إلى 11 مساء. أما في الأيام العادية ففترات العمل من 8 صباحا إلى 12 ظهرا، ومن 5 مساء إلى 8 مساء. السيد فيصل الكوهجي رئيس مجلس إدارة مركز قطر الاجتماعي والثقافي للمكوفين، الله يعطيكم ألف عافية على جهودكم اللي تبذلونها، مشكورين. شكرا جزيلا. كل الشكر لتواجدك مشاهدينا الكرام. الحين راح ننتقل مع زميلنا الكبير خليفة رميحي وفقرة رمضانيات اللي كانت عن احتفالية القرنقعو في مؤسسة حمد الطبية، شوفها وياكم. أعزائي المشاهدين مساكم الله بالخير، معانا في رمضانيات، واليوم يوم أكيد يحبون الأطفال والكبار والصغار، اللي يقول فيه قرنقعو قرقعو، عطونا الله يعطيكم بيت مكة يوديكم يا مكة يا معمورة يم السلاسل والذهب يا نورة، إلى نهاية هذه الهزوجة اللي نسمعها من رمضان لرمضان. وأيضا احنا اليوم متواجدين في بيت الضيافة في مؤسسة حمد الطبية، وهناك أيضا برامج متنوعة مسابقات، وأيضا هناك توزيع هدايا، وأيضا مبادرة من مركز شباب العزيزية لتقديم هدايا للمرضى اللي نقول عسى الله يشافيهم ويعافيهم، وأيضا يرجعون لأحبتهم لأهلهم سالمين قانمين في بيوتهم بإذن الله في نهاية هذا الشهر. لكن أيضا خليكم مع كاميرا تلفزيون قطار ونتابع هذه البرامج، وكلنا أمل أن هذه الحلقة تعجبكم. أعزائي المشاهدين، يعني فرحة الأطفال اليوم لا توصف، هذا يوم يمكن الأهالي ينتظرونه من سنة لسنة. القرنقعو عادة قديمة عندنا، والآن تجسدت في المؤسسات وبعض أيضا الوزارات، وأيضا الفرجان ما زالت موجودة. خلونا نشوف الأطفال وفرحتهم اليوم. شو اسمك أنتي؟ مها. مها، شو تسوين اليوم هني؟ جاي حق القرقعان، بتقرقعين وياهم؟ حافظ أغنية قرنقعو؟ زين، عشان بعد شوي تقولينهم مع خواتك. وانت شو اسمك؟ العنود. العنود ما شاء الله عليك. ياي شو تسوين اليوم هني؟ بتقرقعون هني؟ ها؟ بتاخذون قرقعان؟ شو تحبين الاشياء اللي في القرقعان؟ شو تحبين احسن شيء فيهم؟ الحلويات. الحلويات؟ ما شاء الله، الله يحميكم. وانت شو اسمك؟ هيا. هيا، مستانسه اليوم؟ انت وخواتك لابسين طقم ما شاء الله، ها؟ بتقرقعون هني؟ بتقرقعون؟ كفو كفو. وانت شو اسمك؟ محمد. محمد، ما شاء الله كاشخ مستانس، ها؟ بتقرقع وياهم اليوم؟ ايه. ها؟ حافظين اغنية القرنقعو؟ ايه. تقدرون تقولونها كلكم مع بعض؟ يلا خلنا نسمعها، يلا قولوا. قرنقع قرقع عطونا الله يعطيكم بيت مكة يوديكم يا مكة يا المعمورة يوم السلاسل والذهب يا نورة. مشاهدين ايضا في هذه اللحظات يسرنا ويسعدنا ان نلتقي مع الدكتوره وفاء اليزيدي رئيس قسم التاهيل في مؤسسه حمد الطبيه. دكتوره وفاء مساك الله بالخير، رمضان عليك مبارك. وعلينا وعليك تبارك. يعني هذه المشاركه الطيبه اليوم لابنائنا في ليله القرنقعو، وايضا لمرضانا في مؤسسه حمد الطبيه بشكل عام، يعني ماذا ترين في هذه الليله؟ طبعا ارى فيها تلاحم للشعب، يعني بكل فئاته، لم ننسى المرضى، كل الناس جاءوا تجمعوا اليوم على اساس هذول المرضى، المرضى الذي لا يستطيع انه يخرجون برا، اليوم احنا قاعدين نحتفل فيهم في مؤسسة حمد الطبية، لهم خاصية، هذه احياء التراث الشعبي، يعطي روح من التاريخ، من المشترك اللي كان بالسابق، واللي احنا في قطر دائما نحافظ عليه، ما نبي ينتهي، ما
منه يجي مستقبلنا إن شاء الله الواعد لدولة قطر. هذه الاحتفالية فيها كثير من المعاقين اللي ودهم أحد يشاركهم في هذه اللحظة، وإحنا جينا نشاركهم. كروفا أيضا في مركز التأهيل اليوم، هل يحتضن أناس كثيرون في مركز التأهيل؟ طبعا إحنا عندنا 66 سرير من سعة 1192، وكذلك تقريبا 1200 زيارة طبعا في الأسبوع، في 1200 زيارة في الأسبوع، عدد كبير في كل ما في مركز قطر لإعادة التأهيل. هذول كلهم يحاولون يشاركونا بقدر ما يمكن في إحياء التراث الشعبي دائما في رمضان. نعم، أيضا يعني المتأهلين من هؤلاء المرضى مثلا، يعني نطمن أيضا مشاهدينا ومتابعينا أن هناك أيضا من سيخرج من هذا المركز بإذن الله إلى أهله وأسرته. ما شاء الله، مركز قطر لإعادة التأهيل أعطى أفضل نتائج على الشرق الأوسط. اليوم إحنا نعالج طبعا أهل قطر، ومن النتائج اللي توازي أمريكا وأوروبا. نعم دكتورة وفاء اليزيدي، أشكرك جزيل الشكر، أتمنى لكم التوفيق، ونتمنى لكل المرضى الشفاء العاجل. أتمنى لكم تلفزيون قطر التقدم الدائم بإذن الله، وكل عام وأنتم بخير. وأنت بخير، شكرا جزيلا لك. شكرا. أعزائي المشاهدين، في هذه الليلة أكيد مركز شباب العزيزية كان له نشاط، وأيضا يسرني أن ألتقي مع السيد عبد الله ماجد البدر المشرف العام على الأنشطة في مركز شباب العزيزية. أخوي عبد الله، نقول مساك الله بالخير، رمضان عليكم مبارك. يعني هذه المبادرة في هذا اليوم، مبادرة أنكم تهدون المرضى بعض الهدايا، ماذا تعني لكم كمركز؟ أول شيء طبعا إحنا في إطار التعاون مع المؤسسات، في كافة المؤسسات في الدولة، جاءت هذه فكرة هذه المبادرة. فطبعا بالنسبة للهدايا هي أقل شيء إحنا ممكن نقدمه، سواء لعيالنا الصغار أو حتى للمرضى، على أساس إن إحنا ندخل السرور في قلوبهم في مثل هذه الأيام المباركة، وفي نفس الوقت في فعالية نفس فعالية القرنقعو اللي لها ماضي وتاريخ وتراث عريق. نعم أخي عبد الله، أيضا أكيد هذه لها معنوية ورمزية عند المرضى، اللي نقول دائما الله يشافيهم ويعافيهم، وأيضا لكم دور كبير في هذا النشاط الاجتماعي الوطني، لكن أيضا كيف جاتكم هذه الفكرة في هذه الليالي الرمضانية؟ طبعا هذه مو بأول سنة احنا نسوي مع مركز الفعالية، نسويها مع المؤسسة الحنية الطبية ممكن من سنتين قبل، فهذه كانت كل سنة. وطبعا كبداية كانت يعني الفكرة ان احنا شلون نوصل لفئات قد انها ما تقدر انها تشارك فعليا في القرنقعو، فاحنا قررنا نجيب القرنقعو عندهم. نعم. فهذه كانت الفكرة. نعم، ايضا سؤالي الاخير اخوي عبد الله، يعني هناك مردود نفسي على المرضى، لكن ما هو المردود النفسي في هذه الخدمة اللي أنتم تقدمونها؟ وأيضا هذه الخدمة أكيد لا ترتجون منها الشكر أو ترتجون منها أي حاجة. طبعا إحنا يعني المردود يعني الأثر النفسي اللي نحصله بس مجرد كلمة الله يعطيكم العافية والابتسامة اللي على وجوه الأطفال اللي حين نشوفها، هذا أكبر دافع لنا أن إحنا نشتغل وأن إحنا نعطي أكثر وأكثر. نعم أخوي عبد الله ماجد البدر، أشكرك جزيل الشكر، ونقول لك رمضان عليكم بارك. شكرا جزيلا، ما قصرتوا والله، يعطيكم العافية. أعزائي المشاهدين، مثل ما تشوفون الآن بدأ الأطفال يجون عشان يقرقعون. وسعود قدم لي شوي، تقدم لي شوي، تقدم لي شوي، شلونك؟ يواك الله. الحمد لله، يسلمك. أول شيء يعني هذه الجمعة وليلة القرنقعو ليلة عند أهل قطر الكل يحتفي بها، لكن مشاركتكم اليوم أنتوا مع الأطفال هذه إيش تعني لكم؟ إحنا الله يسلمك هدفنا نرسلنا بسمة على وجه اليوحد، هذه أول شيء. وقرنقعو احنا كل سنه نشارك معكم كشباب العزيز. نعم عبد العزيز، يعني انت مو بكبير، ما نبي نكبرك، لكن نعم. في طفولتك كان القرنقعو بنفس الشكل الان ولا اختلف؟ لو في الفرجان لو قرقع، لو الفريس يعني الكبير والصغير قرقعوا، بس اليهال حتى الشباب الكبار يطقون يرقصون يغنون الفريس كلهم يعني. نعم، تغير اذا القرنقعو عن اول؟ كل زمان دولة ورجال. نعم. نعم اليوم انتم راح تشاركونهم. نعم. راح تغنون ايضا اغنية القرنقعو بلا شك؟ اكيد. يلا يا عيال، يلا يلا يا عيال، يلا يا عيال، قرنقعو قرقعو عطونا
المشاهدين انتهت جولتنا اليوم في رمضانيات. إن شاء الله نتمنى وفقنا في اختيار فقراتنا لهذه الليلة، على أمل اللقاء بكم بإذن الله في يوم الغد. نقول لكم في أمان الله ومع السلامة. ملابسهم ما شاء الله وكشختهم الجميله خليفه ما شاء الله عليه متفاعل وياهم. احنا نوجه تحيه لزميلنا خليفه الرميحي على هذه التغطيه الجميله. ما شاء الله اجمل ما في الوجود ابتسامه الطفل، يعني ايش تسوى الدنيا قدام ابتسامه الطفل، اجمل شيء في الوجود. احنا نحرص في ختام حلقه اليوم مشاهدي الكرام برنامج حياتنا في رمضان على التمسك بعاداتنا وتقاليدنا واحتفالنا بليلة القرنقعو. القرنقعو ما نبي أسماء ثانية تدخل علينا، اسمها ليلة القرنقعو في قطر احنا نسميها، ونتمنى أن نحافظ على هذه الأجواء الجميلة. أذكر أخوي أحمد سنة من السنين في الاستديو سوينا احتفال ليلة القرنقعو تقريبا قبل سنتين في برنامج رحال، كانت حلقة جميلة. وتفاعل الأطفال شلون كانوا وياكم؟ كان شيء ولا أروع أخوي أحمد. دائما اهتمامنا بعاداتنا وتقاليدنا هو ما يميزنا في قطر، من لباسنا من الاهتمام بأيضا احتفالاتنا هذه في ليلة القرنقعو وأيضا في المناسبات الأخرى. ودائما وأبدا نقول هلا هلا في عيالكم. نعم هلا هلا في عيالكم، الله يحفظهم في مثل هذه الليلة ويستانسون ويفرحون بهالسعادة بهالحلويات البسيطة اللي نقدمها لهم. نرسل لهم رسالة جميلة ونحافظ نفس ما قال أخوي سلمان على عاداتنا وتقاليدنا من خلال هذه الليلة وغيرها طبعا من الاحتفالات الجميلة. وصلنا معاكم مشاهدينا إلى الختام، تابعونا بكرة في نفس التوقيت الساعة 9 بتوقيت قطر في برنامج حياتنا في رمضان، ونقول لكم مع السلامة إلى اللقاء.